حصيلة كما أفادت الأنباء وفاة شخص وإصابة آخر فقط. هو ده يا فندم اللي هو راكب الدراجة البخارية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس سمير نوار مدير هيئة سكك حديد مصر. ننتقل إلى شأن آخر خاص أيضا بمصر، سياحة من نوع آخر في محافظة الأقصر. امتلأت شوارع وميادين الأقصر بلافتات الدورة الثالثة لمهرجان السينما الإفريقية الذي يحمل اسم هذه المدينة التاريخية، وارتبطت أيضا بعلاقات وطيدة مع القارة السمراء خلال العصر الفرعوني. طبعا هذا الاحتفال جاء في استعدادات أمنية وحكومية وشعبية كبيرة ومكثفة لإنجاح المهرجان، اللي طبعا بيعد مناسبة كبيرة لتحقيق الرواج السياحي والترويج أيضا، لأنه حالة الأمن والاستقرار والهدوء بدأت مرة أخرى تعود إلى المحافظات السياحية في مصر. فعاليات المهرجان حتستمر لعشرة أيام في هذه المدينة التاريخية، وبالتأكيد هيكون ده فرصة ذهبية لإفادة المزيد من السياح إلى الأقصر، وبيهدف المهرجان إلى إعادة العلاقات الثقافية والفنية والاقتصادية والإنسانية بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة إدراج إفريقيا على قائمة الأولويات مع مصر، وبالتأكيد ده ممكن أيضا يخدم عودة العلاقات إلى طبيعتها بين مصر وبين الدول الأفريقية المختلفة بعد ربما كثير من المرارات في الماضي في ظل النظام الأسبق. بيشارك المرة الأولى في أنشطة المهرجان فئات عدة من بينها ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هيحضروا عروض الأفلام ويشاركوا بالفعل في أنشطته، كما سيتم عرض الأفلام بلغة الإشارة حتى يتمكن المشاركين من التفاعل مع العروض المختلفة اللي هتعرض في إطار هذا المهرجان الذي تستضيفه الأقصر. افتتاح مؤخرا بمحافظة الأقصر مهرجان الأقصر الدولي الأول. إعادة تدوير المخلفات من المسائل المهمة جدا، وبتوفر يعني منتجات جديدة، يعني ربما كانت سوف تهدر إذا تركت وأصبح مصيرها سلة المهملات. والتوجه ده الحقيقة توجه محمود وبتقوم به الدول المختلفة سواء كانت دول نامية أو دول متقدمة، خاصة الدول النامية بالتأكيد في أمس الحاجة لهذا البعد الإيجابي، والجزائر بتحاول إن هي تنهل في هذا المجال قدر الإمكان. صحيح، بتتبنى الجزائر والشركات الكبرى فيها عملية تدوير 1,200,000 زجاجة من البلاستيك يوميا، بتنتج منها 30 طن من البوليستر بيتم استخدام نصفها في صناعة المنسوجات والباقي بيتم تصديره إلى الخارج. الجزائر تبذل جهودا حثيثة في مجال البيئة وتستثمر في الطاقة المتجددة لتقليل المخلفات من خلال عمليات إعادة التدوير، وتشارك شركات كبرى باستثمارات في تلك الجهود بجمع زجاجات البلاستيك من المخلفات لإعادة التدوير لتحويلها إلى مادة البوليستر. وتعيد الشركة تدوير نحو 1,200,000 زجاجة من البلاستيك يوميا، وتنتج منها نحو 30 طنا من البوليستر، ويستخدم نصفها في صناعة المنسوجات ويصدر الباقي إلى الخارج. الحمد لله اليوم في الجزائر عندهم مصانع كبيرة بهذا النوع، وراح تستعمل يعني مادة مضرة للطبيعة باش تصنع مادة أولية اللي يمشيوا بها المصانع النسيجية، مصانع تاع الدولة، مصانع تاع الخواص، مصانع كثيرة اللي راهي تقدر تستعمل المادة الأولية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية في عام 2011 أن الحكومة سوف تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وكانت مدينة وهران بشرق الجزائر قد استضافت في الأونة الأخيرة مؤتمرا إفريقيا عن الاقتصاد الأخضر حضره وزراء البيئة في عدد من الدول الإفريقية، كما حضره النجم السينمائي حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية السابق أرنولدو شورتينجر مؤسس منظمة مناطق العمل المناخي R20. وقال أرنولدو في كلمته بالمؤتمر أن ثمة مساران لحماية بيئتنا، الأول هو الحفاظ على الطاقة وأمر بالغ الأهمية، والثاني هو استخدام الطاقة النظيفة.
هذا وقد وقعت الحكومة الجزائرية في يونيو عام 2013 اتفاق شراكة مع منظمة مناطق العمل المناخي R20 للفترة بين عامي 2013-2016 لتصميم وتنفيذ برنامج النموذجي للاقتصاد الأخضر بمدينة وهران الجزائرية. ما زالت المعارض الخاصة بالكتب التي تقام في دول العالم يحتفى بها بشكل كبير رغم طبعا الثورة التكنولوجية الهائلة. معرض القاهرة الدولي من أبرز المعارض الخاصة في هذا المجال. أيضا في السعودية معرض على نفس هذا المستوى من يعني التقدير الدولي والعربي، وبيفتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز بن محي الدين مساء اليوم، وده في دورته الحالية لعام 2014. هذا المعرض لهذا العام بيحمل عنوان الكتاب قنطرة حضارة، وطبعا ده تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين. المعرض على اختلاف الدول اللي بتصادفها، لكن هي في النهاية تحمل الهوية العربية، بتواجه منافسة شديدة، بتكون فرصة ذهبية أيضا للتواصل بين الثقافات المختلفة سواء كانت عربية أو أجنبية. فيما يتعلق بالمعرض السعودي اللي دينا أشارت له، بيشارك فيه 900 دار نشر وتوكيل وهيئات ومؤسسات حكومية وأهلية، بالإضافة لجهات خيرية بتمثل حوالي 31 دولة عربية وأجنبية. بالتأكيد انطبقت عليها الشروط والمواصفات والمعايير اللازمة، وهي من أصل 1249 دار تقدمت بطلب المشاركة في معرض الكتاب السعودي في دورته لعام 2014. ونذكر بأن العنوان هو الكتاب قنطرة حضارة. طبعا حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت من أهم الأحداث الثقافية والفنية اللي حصلت في الفترة الأخيرة. هذا الحفل أقيم مساء الأحد الماضي، بحسب الإحصاءات أكثر من 43 مشاهد مليون مشاهد حول العالم اهتموا بمتابعة تفاصيل هذا الحفل الفني الضخم. مصر طبعا كان لها مشاركة بفيلم في اللجنة الخاصة بالأفلام الوثائقية، فيلم اسمه الميدان، بيتحدث عن الثورة وتحديدا عن ميدان التحرير. هذا الفيلم لم يحصل على جائزة، ولكن طبعا شرف الوصول إلى الترشيح ده في حد ذاته شيء قيم وهام جدا بالنسبة لمصر. المهرجان منتدى فني عالمي ناجح بكل المقاييس، وبيكون فرصة للتواصل على صعيد آخر ليس ثقافيا فقط وإنما فني كذلك. وربما الجديد في المعرض لهذا العام أنه نجاحه لم يقتصر فقط على الصعيد الفني أو التلفزيوني أو السينمائي، وإنما امتد ليحقق نجاح كاسح عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هنختم معاكم وقفتنا ومتابعتنا لأهم الأخبار اللي تابعناها منذ الصباح بمتابعة لأهم الأحوال المرورية في محافظتي القاهرة والجيزة، وتحديدا في محافظة القاهرة. معنا عبر الهاتف العقيد فتحي عمارة، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم لحضرتك والجميع السادة متابعين الأخبار. عايزين حضرتك تدينا فكرة عن الأحوال المرورية حتى هذه اللحظة، أهم المحاور اللي فيها سيولة مرورية والمحاور أيضا اللي فيها حالة من الاختناق. طبعا حضرتك بان المستمعة بسرعة القاهرة من الصباح البعث يمكن من 6:30 صباحا، ومستمرين بالنسبة لفترة الظهر الصباحية اللي بتنتهي معانا 10:30-11. كافة المحاور بحمد الله الحالة مرضية تماما، لم تخطر غرفة عمليات بأي مصادمات لها تأثير أو تعديل مسارات المرور. بطمن الجميع بالنسبة لميدان التحرير بكامل طاقته، أيضا ميدان رابعة عندنا نفق الأزهر وده مهم جدا، طبعا في الاتجاهين الحمد لله بيعمل طبيعي تماما دون أي معوقات الحمد لله، وده برضو بيسبب سيولة مرورية على حركة المرور منطقة المدينة وأيضا محور صلاح سالم. بالنسبة لمحور أكتوبر في الاتجاهين الحالة مرضية تماما، وده من المحاور المهمة جدا. كان عندنا عطلين، العطلين كانوا مع منطقة العرب المحمدي المتجه لمناطق مصر الجديدة، والعطل الآخر كان مدخل الوصل المتجه لرمسيس، تم التعامل معهم فورا
لم يسببوا اي كثافات الحمد لله، لان الخدمات مستنفره حاليا بالنسبه لهذا التوقيت. اشراف السيد حسن البرديس مدير المرور بيتم المتابعه لحظه بلحظه. ايضا محور رمسيس القادم من مدار رمسيس تجاه اسفل غمره بعض الشيء الان، ولكن الخدمات موجوده وبيتم تثبيت حركه مرور في هذه المنطقه وتنظيم السيارات من اسفل الكوبري. ايضا بالنسبه لمنطقه اعلى كوبري غمره نفس الشيء، يمكن السيد اللواء المدير العام شخصيا متواجد بالمنطقتين دول واشراف كامل. ايضا المتابعه قائمه بالنسبه لمطارين المطار محور العروبه محور صلاح سالم، بطمن الجميع حتى لان الحاله مرضيه تماما على كافه المحاور، مفيش اي تحولات تخفيف حتى عن او تنظيم احمال كل المحاور المستوعبه. المتابعه قائمه ان شاء الله، بنتمنى للجميع السلام. شكرا جزيلا سياده العقيد فتحي عمار رئيس غرفه عمليات مرور القاهره على هذه الاخبار المطمئنه الخاصه بالمرور في هذا الصباح. تحول الأخبار الرياضية، ويمكن واحد من أبرز الأخبار اللي تابعناها في الصحف على وجه التحديد في الأهرام أن مباراة الأهلي وفريق أفريكانز التنزاني هتكون بدون جمهور نظرا لتحسبات أمنية. ده بالإضافة لأخبار كتير طبعا متعلقة بالساحرة المستديرة وغيرها من الأصعدة الرياضية المختلفة. وحسام طبعا حيفيدنا بالمزيد. صباح الخير يا حسام. صباح الخير يا هم. صباح الخير يا دينا.